الحديث الثالث. الحديث الثالث عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد بن هشام أم علي، دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال، يعني في القبر يعني، الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. شبهة وين؟ بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل. أيوة. رواه الطبراني ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء. حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال روح بن صلاح قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال فذكره. قال الطبراني تفرد به روح بن الصلاح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد حديث رقم كذا وفيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الألباني رحمه طيب الله. طيب الهيثمي قال الحديث شنو يا جماعة؟ قال الحديث فيه ضعف وبقية رجال رجاله الصحيح، يعني الحديث ضعيف. نعم. قال الألباني رحمه الله وفي قوله وبقية رجاله رجال الصحيح نظر رجيح، ذلك لأن زغبة هذا ليس من رجال الصحيح بل لم يروي له إلا النسائي. أقول هذا مع العلم أنه في نفسه ثقة. بقي النظر في حال روح بن صلاح وقد تفرد به كما قال الطبراني، فقد وثقه ابن حبان والحاكم كما ذكر الهيثمي، ولكن قد ضعفه من قولهم من قولهم ولكن قد ضعفه من قولهم أرجح من أمرهما لأمرين. طيب عندنا قاعدة يا جماعة في الحديث في الإسلام عموما أن الجرح المفسر مقدم على شنو يا جماعة؟ على التعديل. فهنا الحاكم ابن حبان وثقوه روح بن صلاح، لكن ضعف روح بن صلاح جمع من العلماء قولهم أرجح من قول من يا جماعة؟ من قول ابن حبان والحاكم. نعم. لأمرين، أولا أنه جرح مقدم على التعديل بشرطه، ثانيا أن ابن حبان متساهل في التوثيق، فإنه كثيرا ما يوثق. جرح مقدم على التعديل زي ما جرح منه الهيثم وسبق معنا كلامه، والجرح مقدم على شنو يا جماعة؟ التعديل بشرطه، شرطه اللي هو شنو؟ يكون شنو يا جماعة؟ مفسر. نعم. أن ابن حبان متساهل في التوثيق فإنه كثيرا ما يوثق المجهولين فقد. أيوة ابن حبان يا جماعة معروف عند المحدثين عالم وحافظ، لكن متساهل في شنو يا جماعة؟ التوثيق. نعم. فقد ضعفه ابن عدي وقال ابن يونس رويت عنه مناكير، رويت عنه مناكير، وقال الدارقطني ضعيف في الحديث، وقال ابن ماكولة ضعفوه، وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثين وفي بعض حديثه نكارة. نعم، يعني الهيثمي ضعف، وكذلك ابن عدي صاحب الكامل ضعف، وابن يونس ضعف، والدارقطني ضعف، وابن ماكولة ضعف، دير كلهم ضعفوا وبينوا سبب الضعف، يعني فسروا جرحهم ليه. يبقى قولهم مقدم على كلامنا يا جماعة الحاكم ابن حبان. نعم. الحديث الرابع، وكذلك الحاكم برضو متساهل يعني زي ابن حبان. نعم، متساهل في التوثيق.